أنا اليوم سعيد جدا في دار السفارة المصرية في بيتنا الكبير، أهلنا المصريين شمال الوادي وجنوب الوادي، في حضرة السيد السفير حسام عيسى، وفي وجود بعثة النادي الأهلي القاهري لمباراة الهلال بقيادة رئيس النادي الكابتن المحبوب أبدا محمود الخطيب صديقي الشخصي وابن دفعتي، نحن ابن دفعة واحدة. أنا حقيقة في هذه اللحظة لا أستطيع أن أعبر عما يشبه دواخلي حقيقة من سعادة قامرة تغمرني في هذه اللحظة، وأنا أتحدث لجمهور الأهلي وجمهور الرياضيين في مصر العظيمة مصر الحبيبة، وبالذات لجمهور الأهلي الذي نحبه كثيرا. مباراة اليوم مباراة بين فريقين حبيبين، الغالب هو الأجمل وأفضل اللي يلعب أحسن ميكو. نحن ما عندناش مشكلة مع في كرة القدم إطلاقا مع الفرقة المصرية، وبالذات مع فريق الأهلي الذي نحبه، وكل الأهلة بالمناسبة في السودان يحبون الأهلي القاهرة حبا جما. نحن هذه فرصة تاريخية أنا أتحدث لهذه القناة، وأنا حقيقة سعيد جدا جدا. أتمنى لبعثة الأهلي أن تعود عن ظاهرة بإذن الله، ربنا يوفقها بإذن الله في هذه المباراة الجميلة، وأن يسعدونا بأداء الجميل الذي عودونا عليه. مثل هذه المباراة هي تتوطد العلاقات بين الشعبين وبين البلدين، وليس هنالك أي تنافر بين الشعبين. نحن نحب المصريين جدا، أخواننا المصريين يعني، نحن أبناء عمومة، المصاهرة قوية جدا بين الشعبين، علاقة أزلية فعلا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني، وعلاقة قوية جدا ما تحمل من معنى بين جمهور الهلال وجمهور الأهلي. نحن في الهلال هنا نشجع الأهلي، فأنا أتمنى أن تكون هذه المباراة مزيدا من توطيد العلاقات بين الشعبين الصديقين، مزيدا من تقديم الفنون الجميلة في هذه الأرض الجميلة اليوم، وأتمنى أن نلعب مباراة يخرج الطرفين منتصرين. السودان ومصر عبارة عن وادي النيل، تجمعنا عواصر الدم والصداقة والدين والأصول كلها. حقيقة نحن قدمنا لهذه الدعوة الكريمة من سعادة السفير، تكرمنا بإحضار درع لكابتن محمود الخطيب، وهذا شرف عظيم أنه يكون كابتن الخطيب رئيسا لنادي كبير كالنادي الأهلي، مما يتطلب أن نهديه درع باسم تجمع قدامى لاعبي الهلال بحضور كابتننا علي جارين سعادة السفير، وهو أيضا كان سفيرا وتقاعد، والآن معنا الأخ محمد حمزة الكوارتي أيضا كان يوما ما سكرتيرا لنادي الهلال، وثلاثتنا نمثل الشعب السوداني في هذه الحفاوة الطيبة وفي ضيافة. وجدنا السيد السفير أكثر ترحابا ومحبة ومعرفة بالكابتن علي جارين، ويحبه كلاعب زي ما بحب الخطيب، فهذا هو السودان ومصر، فبيناتنا عواصر المحبة والصداقة. كرة القدم عبارة عن منافسة شريفة بين الناس، اللي يغلب يغلب في الآخر، اللي بينتصر نحن بنشجع الثاني إلى الوصول إلى نهائيات كأس أبطال إفريقيا إن شاء الله. الأهلي الآن بفرصتين، النصر والتعادل، والهلال عنده اتجاه واحد إلا أن ينتصر، لأنه عنده 9 والأهلي عنده 10 نقاط، فيبقى المباراة ما تقدر تتنبأ بما يحدث فيها، سواء في بدايتها في وسطها في نهايتها المباراة، إلا أن يصفر الحكم نهاية المباراة حتى يتحسم الأمر، يا إما المباراة نصر للهلال أم تعادل، وفي هذه الحالة في مصلحة الأهلي، أو انتصار ممكن يكون في مصلحة الأهلي. نسأل الله أنه تخرج المباراة في ثوب قشيب ومتعة للناس، يقدموا عرض رائع ويستمتع الناس.